اهلا وسهلا بيكم على كل حبايبي لاسره قناه عالم منوعات، منورني دايما، واتمنى يكون الجميع بألف صحه وخير. الاعلاميه رضوى الشربيني تنتقد ياسمين عبد العزيز، وايتن عامر ردت وقالت هتهدوا اللي بنيته. تعالوا نعرف تفاصيل الخبر ده ونعرف ايه اللي حصل بالظبط. تهتم الاعلاميه رضوى الشربيني بالتعليق على القضايا التي تخص المراه، خاصه قضايا الزواج والطلاق والتمييز ضد المراه باي شكل. ومن هذا المنطلق علقت رضوى الشربيني على مشهد طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسلها ونحب تاني ليه، ومشهد طلاق الفنانة أيتن عامر في مسلسلها فرصة تانية، لتشابه رد الفعل الحزين بينهما والجمل التي بالغت في ترجي الرجل على الجانب الآخر مما أظهرهما بمظهر ضعيف. نشرت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها على انستجرام صورتان من المشهدان، ودمجت معهم صورتان لها وهي تستنكر ما يقال في المشاهد، وكتبت وعلقت اللي عملته في سنة المسلسلات جاية هتهده في مشهد، أنا مش هقدر أسكت أكتر من كده. ونحب تاني ليه من تأليف عمر محمود ياسين وأخراج مصطفى فكري، وبطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وسوسن بدر وغيرهم كتير من نجوم الفن. وتدور أحداث المسلسل دوت حول مشاكل الزواج والأسرة. يذكر أن مسلسل فرصة تانية من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقص عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم ياسمين صبري وأحمد مجدي وأيتن عامر وإدوارد وغيرهم كتير من نجوم الفن. طبعا يا حبيبي زي ما احنا شفنا كده، ويعني كمان أيتن عامر قالت لهم انت كده هتهدوا كل اللي عملته. كمان في انتقادات كبيرة جدا على أيتن عامر ان هي يعني كان دورها مش حلو في المسلسل ده، وفعلا كانت واخده الهاشتاج تقريبا امبارح، كانت واخده ترند يعني أيتن عامر في مسلسلها بتاع فرصه تانية المعروض في رمضان 2020 ده، بيقولوا يعني ان دورها ما كانش حلوه خالص في المسلسل دوت يعني، وفي انتقادات حاده يعني بالنسبه لها. ماشي يا حبيبي، طبعا زي ما احنا شفنا الخبر معانا اهوت، ودي كل المشكله يعني اللي حصلت بين أيتن عامر وياسمين عبد العزيز. والاعلاميه زي ما احنا شفنا كده معانا، والاعلاميه رضوى الشربيني. اشوفكم يا رب على خير وبصحه وسعاده، ما تنسوناش في لايكات وشير وسبسكرايب، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله باذن الله على قناه عالم منوعات. اشوفكم على خير يا رب، مع السلامه.